ضيفي هذا المساء، ضيفي هذا المساء حكاية تستحق أن تحكى. ضيفي هذا المساء كلما عاندته الأقدار بدأ من جديد، يمتلك قوة سحرية على أن يبدأ دائما من جديد. أراد أن يمشي في باريس، مشى في باريس. أراد أن يمشي في نيويورك، كان له هذا. من يكون؟ كيف؟ البداية مع سفيان مقني. هل كان هذا الطفل الخجول والكتوم يظن يوما ما أنه سيصبح أشهر عازف جاز في إفريقيا وطالبا متفوقا في تخصص إدارة الأعمال بجامعة السوربون؟ لا يكفي أن يكون والدك طبيبا جراحا ولا أن تكون والدتك طبيبة عامة كي تفرش أمامك دروب الوصول إلى قمة النجاح. فياسين خداوي ضيع 3 سنوات في تخصص جامعي خارج الوطن لا يريده، وأعاد 2 جامعيتين في وهران، واضطر أيضا للترشح لشهادة البكالوريا 3 مرات كاملة، لكن ذلك كله لا يكفي أيضا كي يصنع منه فاشلا بامتياز. إذن كيف استطاع هذا الشاب أن يجتاز الصعوبات النفسية والعلمية التي واجهها في مراهقته؟ وكيف استطاع بعد ذلك أن يسير مواهبه في فنون الرسم والموسيقى والرياضة إلى جانب مساره الدراسي والنشاط الجمعوي وصولا إلى العمل الإداري؟ مسار ياسين في الحياة سمفونية لا يعرف أسرار عزفها سواه، فليس من السهل أن تجد الجهد والوقت اللازم كي تكون متميزا في كل مجال تطرقه. ابن مدينة وهران الباهية تعلم من الموسيقى أهمية العمل الجماعي، لأن الموسيقى نتاج تنسيق بين أفراد الفرقة، وتعلم من تخصص التسويق الذي درسه فعالية الترويج لثقافتنا المتنوعة والثرية لدى باقي الأمم الأخرى، وتعلم من الحياة أن الناجح هو من يرى فرصة في كل مشكلة لا المشكلة في كل فرصة. لا يعتبر ياسين نفسه واحدا من الناجحين، بل مجرد شاب يحاول أن يترك في الحياة بصمة إيجابية. فالنجاح ليس بالضرورة مفتاح السعادة، لأن السعادة هي مفتاح النجاح. مرحبا بك. الله يسلمك. افترض أن تبع قضائيا بتهم التبذير في الأناق. بارك الله فيك. أود أن أشكركم على هذه الدعوة، الدعوة خاصة حيث أنكم تشجعون المهارات والقدرات الشخصية لدى الشباب، وأتشرف لذلك أنكم اعتبرتموني أهلا لذلك، ونسأل الله تعالى أن نكون على حسن ظن الشباب الذي يشاهدون إن شاء الله. إن شاء الله. سيد ياسين، أنت نموذجين لا ثالث لهما، يا إما أن تكون نموذج فشل بامتياز، يا إما أن تكون نموذج نجاح بامتياز. طبعا أنا أعرف أنت معي هنا لأنك نموذج نجاح بامتياز. تعبت في حياتك كثير؟ وراء كل هذا تعب كبير، تعب كبير وجهد، جهد كبير أيضا، لكن بدون كما يقول لك احنا ما اون بيس با لي با دائما. راح نقول لك خليك كون انت على مستوى اللغه. الله يسلمك. تكلموا بلغتنا. البداية أن تكون ابن الوالد جراح الله يبارك، نعم، حيه، الوالدة طبيبة عامة، نعم. أنت في بيت علم، نعم، طب، وأحيانا الأولياء يرفعوا لبار، يرفعوا المستوى الدراسي، تقدرش تكون أقل، نعم. أكيد كنت مدلل في صغرك، يعني والد الطبيب والطبيبة. أي نعم، ما نكذبش عليك، في هذا الجانب الوالدين لعبوا دور كبير على باش كسبت هذه القدرات على التفوق وعلى اجتياز هذه الحواجز. اولا ياسين، انت في عدد الافراد شحال انتم في العائله؟ احنا اربعه اخوت بالوالدين. الخاوه بنات ولاد شحال؟ انا هو الكبير يا الاكبر، وكان زوج ولاد واخت صغيره. ربي يخليكم بعضكم. امين. ان تكون الكبير كان امر في العائله. نعم. هو في نوعان، هناك من يدلل الكبير وهناك من طفرت فيه الكبير يروح كل شيء للصغير. كيفاش كانت المقاربة العائلة نتاعك انت؟ فهذا دائما كنت الوالد تاعي علمني مسؤولية من بكري. نعم. وخاصة هما الطب هو مهنة تشغل بزاف، تدي بزاف وقت، خاصة أنهم للزوج كانوا أطباء. أطباء نعم.
دائما كنت مسؤول على إخوة تاعي، دائما أنا نتكلف بهم ما يكونوا شهنا. هذا الشيء اللي خليني نتكل على نفسي بعد قبل كل شيء. ما يخليكش أيضا تحرم من طفولتك، أنت طفل صغير يفترضك تلعب تولي مسؤول أنك كيف تدعس أختك وتدعس. هي دائما واحد يلقى هذاك كما نقولوا ساتيسفاكسيون بيرسونيل، هذيك ساتيسفاكسيون بيرسونيل يلقاها الواحد من يشوف باللي كاين نتيجة واحد وصل لها. نعم. طيب كان عندك رضا نفسي ان النتيجة وصلت لها الان في وانت صغير في الدراسة كنت متفوق كنت عادي؟ كان عندي مستوى حسيت به باللي قوي، لكن لظروف كما نقول لك كنت خجول بزاف ما كنتش نهضر، كان عندي مشكل تاع شوف. معناتها من كنت كانوا يجلسوني في اخر قسم كنت نحشم نقول الاستاذ بدلني بلاصه مانيش نشوف مليح، كنت شويه منزعج من هذا الجانب. مي كنت الريح الاول دائما كان عندي نقاط جد عاليه بدون بذل جهد. نعم. والعكس صحيح، مي كنت نريح هكا كاع الرول كنت شويه خجول الى الدرجه ما تقولش للمعلم مانيش نشوف. حتى واحد النهار واحد المعلم قال لي ماذا بك تعيط للوالد تاعك، من نهضر مع الوالد تاعك قال الابن تاعك خجول بزاف، قال ما يهضر معنا ما يقول ذا شخص ما يقول لنا. هذا كان عائق شويه في الدراسه. حاب تهمني بلي عازف الجاز خجول لا يتكلم اطلاقا حتى ولا علامه الخجل مازال الان معك شويه يعني هذه الفتره ما دامتش بزاف قبل ما نمشي لتونس وقبل ما لا قبل. نعم. مازلنا في طفوله مازلنا في الابتدائي الان. نعم ايه نعم. ابتدائي كنت متفوق حين تجلس في الامام و... نعم. وعلامات سيئه كي تكون في الخلف. نعم ايه. وكيفاش عرفوا العائله مثلا بلي عندك نقص في النظر او تحتاج الى نظارات، لان في النهايه ما كانش نقص نظر انت. لا نعم كنت نشكي لهم كنت نقول لهم بلي مانيش نشوف مليح وكاع، وبعد من كان يدوني عند طبيب مختص في حليت المشكل. حليت المشكل نعم. بصح الخجل بقى ولا راح؟ الخجل دائما، وحنا دائما ندعو الله سبحانه باش يكون هذا الخجل يكون ايجابي ويكون حياء اكثر من الخجل. طيب الان في الدراسه مشيت صيام نمشي في المتوسطه في الثانويه كيفاش مشيت الامور معك؟ انا كنت عندي كما يقول لك فيتاس دو كروزيغ معتدله، دائما كنت عندي سرعه معتدله في الدراسه من الصيام الليسي. لكن كان عندي نحس بلي عطيها لي ارقام معتدله عطيها لي موين معدلات واش كانت؟ بين 11 ماكسيموم 13 ونص ماكسيموم. لكن كنت نحس بلي عندي واحد القدرات متخبيه فيا، لكن كان عندي صعوبه باش نعاود نخرجها ما كنتش عارف كاع كيفاش نخرجها. على بالك يا زين انا كي نعرضك انت الان واعرض اي ضيف اخر انت حكايتك خلاص درتها انت، انا كي نستفيد نحن. نعم. كثير من الاباء الان قد نعاقب ابنائنا قد نحكم عليهم لانه علاماته ما بين 11 12 نعم 13 ولا نعرف كيفاش نخرجوا هذيك الطاقه. انت كنت واعي ان عندك طاقه. نعم. كلمت الوالد مثلا دخل فيها شويه خجل مازال خجل خليت كل شيء ليا داخلي، قلت بالك مع الوقت غادي تبان حاجه. هذا ما كان هذا الشيء اللي خلاني حاجه بالك بالك غادي نعرف كيفاش نخرجها. قعدت ساكت عليها مده طويله لكن ما فقدتش الثقه في نفسي، عمري ما فقدت الثقه في نفسي. احيانا واحد خجول وعلاماته ما بين 11 يفقد الثقه في نفسه. ايه نعم. لكن تحس باللي شنو البوصله او اللي كان داير هذا التوازن في حياتك؟ اني لا اتكلم خجول جدا بس على بالي باللي كاين قوه يجي نهار تنفجر. هو نوع من الصبر، هذا نوع من الصبر خاطر ما عنديش كيفاش نعبر على شر عندي، راني نحوس انا بروحي على روحي، راني في تفتيش مستمر على روحي، نحوس انا شكون، نحس باللي كاين طاقه متخبيه هذه اللي قلت بالك بالوقت غادي من نعرف كيفاش نواجه الناس كيفاش نتكلم بعد نخرج من هذا الخجل هذا تماك هذاك هو يكون علاقتك بالجيتار بالموسيقى. نعم. بدات في الطفوله لا؟ نعم بدا هو في السنه التاسعه في المتوسط. في المتوسط من ديت البي اف تماك قالوا لي شراك باغي نشرو لك كادو ديت بي اف هذا اكزامي وصلت له بصحتك هذا اول شحال معدل؟ 12 فاصل هذاك 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 هو عاود قلت لهم انا ماذا بيا تشرو لي جيتار
حتى هما قالوا لي تفاجئوا، قالوا لي بصح انت ما تعرفش تلعب جيتار عمرك ما. لماذا جيتار؟ لماذا جيتار؟ خاص هذه قبل درك فهمك الجانب هذا تاع الفن، بديته في الرسم. في الرسم كيفاش بدا؟ بدا على بديت اناج افونسي بزاف، كان عندي الام تاعي تكتب، وتعرف باللي خط على الاطباء جاي عنده واحد الشكل، انا هذوك الاشكال كانوا يعجبوني، كنت نعاود من موراها بما مكنني باش نكسب واحد تمرنت على الرسم. من بعد على 10 سنين هكا بديت نرسم غاية 11 12 عام، وليت نعاود نرسم صوالح اللي نشوفهم بكل سهوله. من بعد عرفت باللي الجانب الفني عندي. نعم. واحد اللي قلد خط امه طبيبه باش يولي طبيب، تقلدتها باش يولي رسام. ما كانش هذاك الهدف تاعي باش نولي طبيب ولا باش نولي رسام. هي هذيك يقولوا مش عارف لا كيوريوزيتي هذيك. الفضول. نعم هذاك الفضول اللي خلاني نشوف هذوك الاشكال، بانت لي حاجه، بان لي كي جمال، جمال فني، لماذا بيا نعاوده. وعلى 12 سنه كنت قدرت ترسم؟ 12 سنه كنت عادي نرسم، عادي كنت نرسم. ومن بعد هذا الجانب الفني بغيت كيفاش يكون شويه ملموس عليها، قلت لهم ماذا بيا انا جيتاره باش خاص اعتبار الموسيقى فن، فن اخر. قلت غادي نسيي هذا الفن نديه للموسيقى ونشوف شنو. هو ربي صبرني عليك انت انك عندك قدره انك تدخل واحد في واحد الطريق في التناقضات. الحكايه مازال جايه. نعم. واحد يتعلم رسم ويتعلم 12 سنه يعرف يرسم، يطلب يروح يقرا رسم، انت تطلب جيتاره. ايه نعم. نفهم بالعقل ان شاء الله. ما الذي حدث مع الجيتاره؟ يلا. مع الجيتاره. جيتاره عمرك ما تعاملت مع جيتاره من قبل؟ عمري. ايوه. غير واحد النهار كنت مار هكا بوحدين، كانوا شادين جيتاره. وكانوا ناس كبار كانوا يلعبوا. هذا الفضول جاني، قلت هذو كيفاش راهم كيفاش ينجموا يخرجوا هذا الصوت بهذه الطريقه، انا ثاني نجم نديرها. هذا ما كان، هذا زعما كيما يقول لك ان ديفي لونسيته لوحدي. وهذا هو، شوف هذا روح برنامجنا سيداتي سادتي، انا ثاني نجم نديرها. وستكتشفون انه كلما قرر ان يشبه احدا تفوق عليه. هذه خلاصه حياتك انت ثاني. أنا نقدر نديرها، وهذا سر برنامجنا أنتم أيضا. نعم. الآن جبت جيتارة في شهرين وليت تعزف. في شهرين هكاك وليت هي عندها أوتار، كاين خمس أوتار. أنا كنت نسمع الموسيقى الفلامينكو. إيه. من نسمع هذوك اللي نقولوا لهم حنا لي سولو. إيه. قلت أنا ثاني نسي نعاودهم، وليت نسي نعاودهم بوتر واحد. ما كانش عندي التقنية باش نعزف بالأوتار كلهم. بهذاك الوتر وليت نعاود اللي راني نسمع نعاوده، كيما في الرسم قبل كنت كيما نشوف هذوك الاشكال نعاودهم. هنا وليت نفهم الموسيقى من جانب اخر، كل الموسيقى كانت تترسم قدامي هكا كنت نفهمها. كنت نفهمها بهذا الاسلوب. وحدك لا استاذ؟ لا استاذ لا والو. لا كونسيرفاتوار لا والو. من بعد لا كونسيرفاتوار لا والو، من بعد تلاقيت بواحد الزميل كان يدير دروس خصوصيه لهذا الاخر، علمني لي زاكور. ومن بعد لي زاكور الاخرين لخاطش كاين الاف الاف من الاكورات. ايه. هي هذوك لي زاكور من بعد استنتجتهم، كاين بعض الاكورات استنتجتهم، نجرب تخرجتهم. وحدك؟ اي نعم. انا رانا في الثانويه. انا في الثانويه نعم. الباك الان. نعم، تما كنت قلت بلي باتخاذ زعما هذه القدرات الفنيه اللي عندي. مثلا كان خاصني مهنه اللي نجم فيها نعبر على هذه القدرات الشخصيه تاعي، قلت غادي ندير مهندس معماري. لاخاطش في الهندسه المعماريه كاين هناك رسم، هناك ديزاين، كاين بزاف صوالح. جميل. قلت ان شاء الله هذه المهنه غادي تفتح عليا لكن لم يكن ذلك. علاه؟ لم يكن ذلك. في وسط اتخاذ هذاك القرار، انا جاي انسان متعلق بزاف بوالدي بزاف، قلت غادي نحاول ان شاء الله نفرحهم وندير طبيب. نعم. لذلك عاودت بكالوريا ثاني باش لا بالحق مازلنا في الاول. مازلنا في الاول صح. البكالوريا الاول جبت البكالوريا الاول. نعم. بشحال المعدل؟ 10. 10 كثر خيرك هذاك. نعم. وشوف انت راك مفرحني. 10. لا حققت حلمك في ان تكون مهندس معماري، ولا حلم الوالد ان تكون طبيب. نعم. واش درت؟ ماركيت بيولوجيا وخليتهم. ما قريتش. عاودت الباك. بيولوجي ما قريتش. ما قريتهاش. وين درت في العام هذاك؟ في العام هذاك عاودت البكالوريا، بقيت نعاود. عاودت الباك الثاني. نعم الباك الثاني. شحال المعدل؟ جبتو خاش؟ قريب 12، 11 فاصل قريب 12. يلا ما دير به لا مهندس معماري. والو. لا طبيب. نعم. ها؟ واش درت به؟ من بعد هذاك البكالوريا الثاني جات فرصة
انا كطالب كي يقولوا اترونجي مشيت لتونس، كان كاين فرصه باش ندير طب في تونس. الطب في المعدل في تونس يقبلوك ب 12، لخاطش انايا كنت معدود كيما طالب اجنبي في تونس. في تونس نعم، كيما حنا عندنا طلاب اجنبيين من اجانب من يجوا هنايا، ما كانش نفس المعدلات اللي نجموا يدخلوا بها كجزائريين. صح نعم. سجلت طب في تونس في كليه المنستير. ايه كليه المنستير، من رحت هذيك السنه الاولى في الطب كنت اول جزائري في على مقاعد الدراسه تماك في السنه الاولى طب. نعم. وحسيت هي كما يقول لك الناس باش تعرف شي للغربه، تونس بلد شقيق حدانا جيراننا كلش لغه واحده دين واحد، لكن تحس باللي راك في بلاد اجنبيه. لخاش خرجت على انا هذاك الحيز العائلي خرجت منه، وكنت داير بزاف لي روبير تاعي كاع كانوا تماك. من خرجت كان شويه صعيب عليا، وخاصه كما قلت لك كنت خجول وكاع. من بعد مازلت خجول هذا هذيك انا في البكالوريا الثانيه مازال خجول مازال. ومن بقيت في تونس من عشت لوحدي اعتمدت على نفسي. نعم ما مشاتش ورجعت بقيت 3 سنين تماك، 3 سنوات. ما مشاش لانك ماهوش قدرك، واكتشفت انك لا تصلح للطب، انك في النهايه كون بغيت تدير طب دير طب. ازعم انني انا نعرفك شويه الان شويه من خلال مسائل. كل حاجه قررت تديرها ديرها. نعم. النهار اللي قررت تدير جاز لعبت في شارع برودواي في امريكا، يعني لو كان قررت تدير طب دير طب. نعم. بالك لانها رغبه، كنت حاب ترضي والديك اكثر من نفسك. هذا من الجانب، حنا عندنا في التربيه تاعنا الدينيه ولا الخلقيه ولا نقولوا الثقافيه تاعنا الجزائريه. ايه؟ عندنا الوالدين هما كلش. نعم اكيد اكيد. وانا كان هذاك هو الحلم تاعي، ما كانش عندي هذيك لا ماتوريتي باش نقول بلي انا هالشيء اللي عقلي ليا. وكان كنت انا كنت نتخذ هذا الاسلوب كزعما واحد نقول يخمم غير في نفسه. مازالت حاجه في قلبك هكذا انك ما قدرتش تحقق لهم حلمهم انك تكون طبيب؟ هذه لا. لا تخلص منها، تخلص منها على اساس نحوس على الرضا تاعهم. الحمد لله لخاش كاع اللي حققت حتى دروك بدعوه الخير تاعهم. اني اكتشفت انه ممكن تدي رضا الوالدين دون ان تكون طبيبا. نعم هذا ما هذا الشيء كان في راسي قبل، من بعد عرفت باللي ما هو الا سلبي. اثر عليك في مرحله معينه؟ اثر علي في واحد المرحله تاع المراهقه اللي هو شيء عادي وطبيعي. لخاطش انا بروحي كنت نفتش على روحي انا شن نجم نكون. ما كنتش باغي نتخذ مسار عادي هكا بلا ما نخلي بصمه ولا فيه شيء. خياسين عادة في المراهقة، المراهقة هي مرحلة يفقد درجة الوعي فيها تختلط، وفي الغالب حتى نقول نكون بلا وعي، بلا وعي الكبير المراهق، يفكر في كل شيء إلا أن يشبه والديه. أنت المراهقة كانت أنك تشبه والديك؟ لا كانت العكس، العكس كليا. لخاطش كنت نشوف كانوا يبانوا لي مثال نموذج، والدي الوالدين تاعي كانوا نموذج ليا. لخاطش حتى المهنة تاعهم كانوا يديروها بواحد واحد الاخلاص كبير. طيب حتى نعم. ما تدينيش لواحد البعد عاطفي. نعم. حتى اللحظه هذه الوالدين راهم نموذج. نعم. وانت فشلت في كل شيء. نعم. ان صح التعبير. البكالوريا الاولى فشلنا في التعامل معه. نعم. الثانيه داتنا لتونس 3 سنين. 3 سنين. 3 سنوات يا استاذ. نعم. ماهيش ماشي سهله. نقول صفيه نحسبها لك بالثواني. راحت. نعم. يعني ان يعود الانسان، الإنسان أحيانا يخسر سنة، يخسر شهر، يخسر ساعة، قد يقرر الانسحاب. وأن أنت رجعت بعد 3 سنوات إلى نزيد لها العام تاع الجزائر 4، وقررت أن تبدأ من جديد. نعم. تعود الباك. عاود الباك الثالث. هو لكن ما شو والله الباك هذا هو دولي بران تاعك. صداع. أي عندك صداع تعاود الباك. عاود الباك. ها؟ والله على بالك ديت زعما لو نومبر تاع لي باك اللي ديتهم على حساب الاخوه اللي عندي في الدار. خاوك شنو غادي يزعفك تقول لهم يزعفك واحد صبروا نعاود الباك ونجي. رحت عاودت الباك. نعم. لماذا المره هذه؟ طب وكنت مسجل طب. نعم. هي على نعاود الباك. مي كنت هي مي كنت نقرا في تونس. ايه. قمت بواحد درت واحد ستاج في العياده تاع الوالد، وين كان عندي احتكاك مباشر مع المرضى.
فهذاك الاحتكاك عرفت باللي زعما الطب ماهوش حاجه اللي تليق لي ولا اللي نحس روحي فيها، اللي غادي كاع هاد القدرات اللي نهضر عليهم ما غاديش نجم نجسدها في هذا الميدان. عرفت باللي كاين باب اخر عليها ما مشيتش. شنو الباب الاخر هذا؟ الباب اخر اللي جا من بعد، الباب اخر هو المنطلق الجديد. قلت كاين منطلق جديد غادي نعاود كلش معليش، وعد روحي باللي مانيش كما يقول لك انسان كامل. صدقني القول يا ياسين، وانا اعرف انك انسان خلوق جدا وطيب جدا وصادق جدا. بارك الله. في تونس وانت تقرر انه في النهايه 3 سنوات هي عمر كانسان عنده بناء، قررت ان تهدم كل شيء وتعود. نعم. لحظة هذه في تونس تبدأ القرار. هذه اللحظة يعني مش عارفة صعبة، يبدو لي فيها بكاء، فيها حزن، فيها تمشي وحدك هائم على وجهك في شوارع تونس. دروك راك تتمشى معايا في تونس هذيك اللحظة. يعني لا، لأنه شوف دائما قد لا نخاف من قراراتنا ياسين مثل رد فعل الآخر. أعود بعد 3 سنوات وأنا دارس طب، والوالدة تنتظرني أعود إليها طبيبا، والوالد يستناني باش يناقش معايا الاختصاص اللي نديره حتى أكون جراح مثله. أعود نقول له يا والدي العزيز سأعذبك الله. تفضل. يزيد فضلك. هي في هذيك المدة تعلمت حاجة. على الجانب الشخصي. وما تقول ليش واش تعلمت يا أستاذ؟ نعم. فاصل ونحكي الذي تعلمه ياسين. متميزون وناجحون، عصاميون ومبدعون، رجال نساء وشباب جزائريون رفعوا التحدي، تحلوا بالعزيمة، وضربوا أروع أمثلة الصبر والإيمان بالذات. يروون حكايتهم وتجاربهم في الحياة، كيف انتصروا بعد هزيمة، كيف نجحوا بعد فشل، وكيف حققوا الأحلام والآمال بالجد والمثابرة والعمل. اختلفت قصصهم وسبل ارتقائهم للنجاح، لكنهم يخاطبوننا في كل حلقة برسالة واحدة: أنتم أيضا تستطيعون فقط لو أردتم. أهلا بكم، نعود من جديد لاستكمال حوارنا الشيق مع الشاب الأنيق الممتاز ياسين خداوي. ياسين مرحبا بك. الله يسلمك. راك في تونس تمشي وقررت أن تعود بشجاعة الخجول، ولست أدري هذا الخجول من راح يجيب الشجاعة التي سيدخل بها على والديه بعد أن أقنعه ل3 سنوات متتالية أنه مثلهما طبيب العائلة، يجي يقول لهم سأعيد البكالوريا. نعم. أنا شخصيا أتمنى شجاعة أكون في بلاصتك. نيش أنا هذه مشي حاجة سهلة، وان هذا ما اتخذتهش انا قرار هكا لوحدي، قلت غادي خاش كاين هاد المده جايه تالون جايه صعيبه، على بالي باللي واحد اخرين في بلاصتي كانوا رايحين يفشلوا ولا يخلوا لي توجهوا لحاجه كاع واحده اخرى، حتى حياه حرفيه ولا عمليه ماذا بهم يروحوا يكتسبوا كاش خبره ولا مهنه ويخلوا هذه الدراسه على جانب، لاخاطش ما وصلتهمش الى ما كانوا زعما هما يستناوهم هذه الدراسه. المهم احنا شحال في عمرك في تونس؟ انا رحت على 17 ونص. 17 ونص. 17 ان تكون البكالوريا الثانيه. اي لا دخلت، باسكو انا دخلت على 5 سنين نقرا. ايه. الابتدائي. هذاك العام ربحته. ايه. وبقيت في تونس 3 سنوات، معناتها حتى ال 20 21. 21. نعم. ايه. وهذاك القرار اللي ديته باش نعاود من جديد من ندخل الى ارض الوطن. كان نتيجه لتحول شخصي صرالي، هذاك الخجل مشى. وليت نعرف كيفاش نواجه المسؤوليه تاعي، وليت نعرف كيفاش نهضر مع الناس، وليت نعرف نعتمد على نفسي، وليت نعرف شايله الثمن والنعمه تاع الوالدين. واحد بالك ما يقدرش دروك يدخل المنزل تاعه يلقى فطور واجد، حشا واجد، كلشي واجد، انا كلشي نديرها لوحدي. وليت نعرف النعمه هذيك شايله اللي خلتني نكسب هذيك الثقه في نفسي باللي نجم نتفوق على حاجه اللي راهي تبان لي بعيده بزاف. مين دخلت قلت انا غادي نسين نعاود من جديد ونقلع كما يقول لك بقدم زعما ثابته. معليش هذا التحول حدث على مستوى ياسين. نعم. سأل الوالده راهي تسنى فيك تولي طبيب، عندك 3 سنين في تونس. نعم. الان مادام الخجل راح والشاب ياسين انا ذاك المراهق امتلك شجاعه المواجهه.
وراح واجه الوالده، كيفاش باش تقولها؟ هي انا نعتبر نفسي عندي كما يقول لك حظ كبير، عندي والدين يفهموا معناتها، هما كانوا كيقولوا اكزيجون بزاف على واحد المستوى، خاصه التربوي معناتها الدراسه كان شيء ثانوي حتى واذا كان في نفس المستوى من الاهميه. نعم. ومن بعد هما حسوا فهموا باللي انا مشي مديور مثلا للطب، الحمد لله لانهم امنوا في الشيء اللي كنت انا نحوس فيه في نفسي في داخلي. لكن من بغيت نعاود البكالوريا الثالث قلت باللي غادي نروح في ميدان ليس زعما نقولوا مختلف تماما عن الطب. بالعقل جيت من تونس، كنت قلت لهم وانت جاي من تونس ولا هذا اللي يهم؟ خبرت العائله باللي داخل؟ واه خبرتهم باللي محبس دراسه باللي ايه بالتليفون بالهاتف. واه بالهاتف باللي حتى هذاك الامتحان اللي فوته فشلت فيه لظروف. و شو الامتحان اللي فشلت فيه؟ هذا الامتحان الثانوي كاع التالي. وخبرتهم باللي غادي هذا كانت اخر فرصه لي. كنت في سنه ثانيه طيب ولا؟ كنت نعاود في السنه الاولى. درت في السنه الاولى بقيت فيها 3 سنوات. كثر خيرك اخويا. 3 سنوات وانا نعاود فيها. لا هذاك هو كان لازم تدخل تقاعد. تقاعد. نعم. لكن كاين واحد الحواجز الصغيره مثلا كما يقول لك دارت عليا واحد القدرات الشخصيه دارت عليا بالعكس. مثلا كان عندي هذاك الموهبه في الرسم. كان عندنا واحد الموديول هذا ولا كيقولوا له موديول مقياس تاع اناتومي، نقرأ اناتومي. انا كنت نرسم جيدا حتى وليت الرسومات تاع الاناتومي اللي نديرها على هكاك اللي كنت نديرهم في الامتحانات ولا كانوا يخرجوا خير من تاع الاستاذ تاعي اللي كان هو جراح، مما سبب لي واحد كما انعكست عليا سلبيا. حتى واحد النهار في الامتحان جبت معايا واحد هكا واحد العلبه تاع اقلام ملونه كبيره، حليتها حتى اللون الاحمر فيه واحد 5 ولا تاع الوان حمراء، درت هذاك الرسم. بعد مين جا فايت الاستاذ قال لي راك مسكاني، راك حاط ورقه مسكانيه، خاش خرجته الرسم كان اللي يخرج من قلت له استاذ هذا رسم ضروري كملته هذا، قال لي كيفاش نعرف؟ شديت ممحه ومحيته وراح مشى الرسم. قلت له كون جا مسكاني ما يتمحاش، قاعد غير يشوف. ومن بعد كي خرج لوحه في اربع اقلام حمراء باش يدرس ميديسين يروح نبعثوا الفنون الجميله خير. الان خلاص العائله قبلت ودخلت عاودت البكالوريا. نعم. واش درت اختصاص؟ درت اختصاص علوم تجاريه وتسيير. وهذا القرار اتخذته قلت غادي نروح في ميدان ماشي مختلف على الطب، خاصه انه الوالدين كانوا يسيروا في عياده خاصه اللي هي فيها تسيير اشخاص واطباء وممرضين. قلت غادي ندير حاجه مكمله لهم لاخاطش دائما بقيت متعلق بهم. قلت ما كاش حاجه نعينهم بها وتجي تكملهم كما التسيير على هذا المستوى. تسيير موارد بشريه. نعم تسير. طيب. احنا حتى نسرقوا بعض اللحظات المهمه، لانه من اللحظه هذه يبدا مسار النجاح نتاعك. نعم. من اللحظه هذه ما بفضل الله. من اللحظه هذه ما زدناش عودنا البك. ما زدناش الحمد لله. موسيقى في كل هذا وين راحت؟ موسيقى ولا تتبع من جهه اخرى، ما سمحتش فيها لاخاطش كانت لي انا نافذه لبعض الضغوطات الشخصيه اللي كنت نلقاها في هذا الطريق الدراسي. الحمد لله مكنتني باش يكون عندي واحد التوازن الشخصي اللي هو هذا الشيء جد مهم. ومع كل هذا كان عندي ثاني موهبه في الرياضه في كره السله، وما ما ما ضيعتش كما يقول لك زعما لا شونس باش ندخل مع فرصه، باش ندخل مع فريق كره السله ومع الجامعي الفريق الجامعي تاع تونس. حتى هنا كنت نمارس مع فريق ثاني. لعبت كره السله مع فريق وبطوله. نعم. حتى اني وليت نخمم في هذيك اللحظه تاع البكالوريا، قلت كنت نتفرج بزاف هذوك تاع الان بي كره السله الامريكيه، وليت نخمم باش نروح تما كنسجل في جامعه امريكيه باش ندخل الان بي. يعني ما كنتش داير حدود الاحلام تاعي، ما كنتش داير كاع حدود، عمري ما درت حدود ولا حبست روحي بنفسي هاك. جميل. نعم. ولهذا انت ضيفنا هذا المساء. طيب الموسيقى الان، موسيقى الان دراسه الان ولا مسار عادي؟ رحت درت ماركتينغ مانجمنت. ايه مانجمنت ماركتينغ. ودرست عادي. نعم. عندك حكايه ايضا مع اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه احكيها لي في دقيقتين. يلا. في دقيقتين. انه هم شبابنا اليوم. نعم. انه يتعلم اللغه الانجليزيه. نعم. هي لغه عالميه ويجب ان نتعلمها كاع في الحق. نعم. هي علاقتك بها.
العلاقه بها تاني كسرت لي معها واحد الصدفه واحد الصدمه اللي النهار الاول اللي قريت لغه انجليزيه وعجبت بهذيك اللغه بالبزاف، قلت انا هذه اللغه مديوره ليا ولازمني نجتهد فيها، عجبتني واتخذتها كحاجه اللي كما يقول لك ندخل فيها مع كل القدرات اللي عندي ثانيك، وليت ما وليش نعتمد غير على الدراسه اللي كان عندنا في الانجليزيه في الثانويه ولا في المتوسط، بل كنت ندير مجهود شخصي باش نحاول نجتهد. وكموسيقي محترف؟ وكموسيقي محترف مع كل هذا ثاني كنت متفرغ دائما الامور مشيت مع بعضها. مع بعضها. طيب ولكن في نقطه ايضا. نعم. من حكايتك مهمه. كي رجعت للعائله ودرت لهم غسيل مخ. واني رجعت شخص جديد ندخل الجامعه باش نقرا واش تقرا تسير. نعم. عاودت السنه مرتين. نعم. هذاك السنه ثاني دروك مي غادي تقول وتقول لي نعم وتعترف. غادي تقول لهم تغسيل مخ غادي كاع تحرشهم علي. لا انت رجعت الان ياسر خلاص. نعم. رجعنا راح الخجل اكتشف انني لا اصلح للطب، ساساعد عائلتي باني ندي شق التسيير. نعم. ويصل بك الى ما وصلت اليه اليوم. نعم. انت من يسير عائلة الوالدين؟ تعيد السنة مرتين. مرتين. كان هنا كان واحد فات عليا واحد المدة تاع فاشل اللي طلبت لي صبر بزاف، لاخاطش كنت نقرب واحد المستوى وكنت باللغة الفرنسية ووالفتها في تونس، مي دخلت هنا كان كلشي بالفصحى، خاصة ما كنتش نتوقع باش يجي نهار نقرا محاسبة عامة باللغة العربية، ما دخلتليش في راسي. من تماك صاي وليت سمحت بزاف، لكن من جانب اخر نشط على المستوى الجمعيات، ما سمحتش بقيت على مستوى الجمعيات ناشط، وخاصه على المستوى المهني اني دخلت في الميدان تاع التسيير، دخلت ك كيفاش يقولوا كوميرسيال، خدمت كوميرسيال وخدمت في ندوات دوليه كانت بداو يديروهم في مدينه وهران، دخلت كمترجم خاش كنت نعرف كنت نتمكن في اللغه الانجليزيه. نعم. مما سمحت لي باش نخدم كمترجم في عده ندوات دوليه. تخدم مترجم في ندوات دوليه وتعيد السنه في الجامعه. وعيد السنه في الجامعه وفي المده تاع الصيف كنت نخدم في العياده. اللحظه هذه. نعم. اكبر لحظه ياس جاتك. اكبر لحظه ياس. انه الذي حدث قد يحطم. نعم نعم. نعم. يحطم جمل. انا خلاص دخلت مع الوالدين خلاص ندير ماركتينغ ثم اعيد السنه مرتين. هو اصعب يعني انت كنا قبل نهضروا على التقاعد فعلا. نعم. شحال عدد السنوات التي قعدتها كلها؟ ست سنوات. ست سنوات راه ما صرت على دكتوراه استاذ. نعم ست سنوات. ست سنوات لكن عمري ما فقدت الثقه في نفسي، عمري. ابدا. ابدا ما فقدت الثقه في نفسي. عرفت باللي كاين مخرج ولا بد كاين منفذ. لاخاطش كانت عندي النيه صادقه فيما كنت ارجوه من المستقبل. عمر الوالد ما قال لك كلمه جرحتك هكذا؟ هي من قال يعني الوالد او صديق. نعم. او واحد في العائله هذا الذي يفشل دائما. هي ما حتى انا من الجانب الخلقي حتى ولو كان ذلك عمري ما نجم نقولها، لخص حتى كلمه سلبيه ولا موجبه. لا مش من جانب من جانب جارح حسين تاع من جانب انه سبحان الله الان وصلنا خلاص تعيد البكالوريا ثاني مره. نعم. الرابعه ولا هي الواحد من يكون صغير من يتلقى واحد الكلام من عند الوالدين تاعه يديهم الدرجه الاولى من يكون في هذيك الصغير، من بعد يفهم باللي هذيك هي داخله في التربيه، وكل كل كل ما ينبع من عند الوالدين ما هو الا ممتاز. ولكن بعد ذلك نجحت في الحمد لله تسير والان انت تسير. نعم. الموسيقى الان بشكل محترف. نعم الموسيقى انا غير بغيت نسطر على واحد سطر في هذا الثلث نقولوا ميادين يتمشوا مع بعض، الموسيقى والرياضه والدراسه كل ما هو نقولوا في الجمعيات وكاع، حتى ولو كانوا الوالدين لعبوا دور كبير. نعم. فيه انهم ما ياسونيش ما خلونيش زعما نفقد هذيك الثقه في نفسي، ما كانش واحد يعني كنت في بحث مستمر عن نفسي، ما جوش قالوا لي راك تضيع في وقتك ولا راك هذا اللي خلاني نشق هذاك المسار. هذا اللي خلاك الان في اللحظه هذه، في اللحظه هذه حتى. نعم. لانه راح نسالك سؤال جاوبني بواحد اثنين ثلاثه. نعم. اني ممكن نضيع شيء في الحكايه. انت اللحظه هذه تحضر في دكتوراه؟ نعم ليس في دكتوراه، في ماستر. من جامعه سوربون. جامعه سوربون نعم. في التسيير والتسويق الصحي. يعني في النهايه حققت حلمك انك
تكون مسير ومختص في قطاع الصحه حتى تساعد والديك. نعم نعم، خاصة أن هذا الدبلوم هذا من كما يقول لك من على مستوى العلمي متطور جدا، فما كنتش نعتقد نفسي باللي نجم نوصل لهذا. هذا درت مسابقة؟ نعم مسابقة كانت هكا، قلت هي كنت أنا كنت نسيت نقرأ على جامعة السوربون غير من الجانب الثقافة العامة، قلت جامعة السوربون بين عرفش لا وين تبدات وين تكملت. مين بديت نقرا شفت باللي كان مسابقه، قلت انا علاش ما نسيش، عندي قدرات. ومي شفت الراول كيما هكا شفت باللي انت درت ليسونس 4 سنوات. نعم. ليسونس كلاسيك. كلاسيك نعم. ومن بعد دخلت المسابقه، الان تحضر في ماستر. بعد درت ماستر، اسمح لي بلا تفضل تفضل خلطنا الماستر، عندي زوج تاع الماستر. الماستر الاول درته هنا في الجزائر مور ليسونس، ايه ماستر في الموارد البشريه والاتصالات. نعم نعم. وفي لاتيز معناتها في لاسوت نوس درت على حول المحور هو كان التسيير الاستشفائي لدى المستشفيات الجزائريه. نعم. تخصص فيها ودخلت في تربص على مستوى ادارات المستشفيات. نعم. في وهران مع مديريه الصحه لوهران. ثم حسيت روحي طبيب تاع التسيير. جميلة يا نعم، مشي طبيب تاع مرضى، وهذا الشيء اللي كنت باغيه، هذا هو الجواب اللي كان عندي. ولانك تعيد البكالوريا ايضا تعيد الماستر ايضا. الماستر ما عاودتهاش زاد. الماستر اخر ولا البكالوريا ما عاودتهاش. انت عمرك ما عاودت بكالوريا. كلت معاوده. عندك ثلاث بكالوريات كل مره ناجح. نعم. الماستر الان الموضوع تخدم عليه؟ موضوع هذا في التسويق والتسيير الصحي. كان في الصيدله ولا في الطب بجامعه السوربون. بجامعه السنه اولى سنه ثانيه. لا السنه اولى، وحنا رانا نخبه تاع 23 طالب من 4 بلدان، وانا راني غير الجزائري الوحيد. معايا باحثين في مستوى الصيدله. ما تعبش كامل تعب ما تعبش معيك. الحمد لله وليت كما يقول لك. شحال عمرك الان يا سيدي؟ 31. هذه الحكايه التي نحكيها بعد ما شفنا كم أخفق من مرة في الدراسة وكم امتلك القدرة من مرة على أن يعيد حتى وصل إلى هذا المستوى وإلى مستوى الرضا النفسي والذي يرى فيه. في المفارقة العجيبة أنه حقق رضا والديه عليه. حكاية الموسيقى سنحكيها بعد ما نشوف هذا الفتيار ونعلق عليه مع بعض. شوفوا مع بعض. Where'd you get them? The trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him.
I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? ياسين، أنا أعتقد أن الحكاية هذه تشبه مسارك شوية. نعم، شوية. تعليق؟ تعليق على اللي شفناه؟ تعليق أنه الواحد مادا به يسي يكون يقعد الويمة كما نقولوا، ما يحوش ينسخ السيرة تاعه على نسخة أخرى. في بعض الحكايات نلقاوها في من الإنترنت. قررنا شفنا أنه هذه تشبه مسارك، أنه المعطيات السعادة كان دائما عندك. ولأنك أردت أن تشبه الآخرين والرغبة في أن نكون مثل الآخرين، أنه عندهم حاجة تعجبنا أو تسعدنا، قد لا يكون، قد يكون فقط هو ظاهر الشيء، أنه في العمق هو أدى الحذاء، ولكن الشاب ربح رجليه. نعم نعم، ربح حريته في النهاية، لأنه كان شاب معوق. نعم، معناتها عنده واحد النعمة اللي هي في ذاته، بالك بالمظهر تبان أقل من شيء واحدين. نرجع لك، أنت لم تخلق لتكون طبيبا. نعم. أفغمو. موسيقى ياسين، أنت نعم. أنت عازف وتعتبر من أهم العازفين الآن في ميدان الجاز في إفريقيا من خلال مشاركاتك في مهرجانات دولية. احكي لي الآن حكاية الموسيقي المحترف الذي لا يقرأ السولفاج ويعيد كل يعيد يمتلك القدرة على أن يعيد موسيقيا كل ما يسمع. نعم. تعجيبة يا سيدي. هذه موهبة اللي ما كنتش نظنها فيا كما هكا بهذا المستوى. فتحت لي أبواب كثيرة، وين تلاقيت مع نقولوا ناس محترفين في الجاز اللي هما بروحهم يمثلوا موسيقى الجاز، مثل إيريك ليويس في نيويورك وآخرين. وهذا بروحه إيريك ليويس انا ما كنتش نستنى باش نتلاقى به في هذا الكلوب دو جاز في ديك نيويورك. تا نيويورك داخله في هذه الجوله اللي درتها من تونس وانا جاي. كملتها في نيويورك، مشيت لاحظت نبغي هذيك الثقافه الامريكيه. رحت وحدك ولا دعوه؟ لا رحت لوحدي، رحت مع صديقين. واحد النهار قلت انا غادي ندي معايا الجيتار تاعي ونروح واحد الكلوب تاع الجاز كوني بزاف، قلت نمشي نشوفه بدون اعتقاد بلي غادي نلقى روحي مع هذا إيريك ليويس نلعبوا مع بعض. مين مشي له سجلت روحي في هذه القائمه تاع الموسيقيين باش يلعبوا. حتى جا داخل هذا إيريك ليويس بدات هكا واحد الضجيج تمتمه بين الناس، إيريك ليويس ما كنتش نعرفه من بعد هذاك الوقت. بعد قالوا لي هذا البيانيست اللي حبه بزاف الرئيس اوباما، وكان لعب سيمانه من قبل هذا الرئيس، ولعب ثانيك مع ميك جاجر تاع لي رولينغ ستونز، ولقيت روحي نلعب معاه. بحث التالي قلت له هذا شرف كبير لي، قال لي حتى انت تلعب مليح. هذه بقيت عاقل عليها زعما على المستوى الشخصي، ما نمت بزاف في هذاك الثقه النفسيه. من موراها عيطوا لي فيستيفال تاع لا روشيل في العام الماضي، وهذا العام. ما اهميه فيستيفال مهرجان لا روشيل بالنسبه للموسيقيين الجاز؟ مهرجان لا روشيل هو مهرجان دولي معروف. نعم، معروف جدا، وهذا يعبر على واحد الاعتراف بالفنانين الجاز الجدد. نعم، يعني باين يدخلوا للجاز، وهذا كان عندي معناتها كانت مرحله جد مهمه في هذا المسار الموسيقي، حيث انه في العام هذا تم تعييني كسفير لمهرجان الجاز لا روشيل في الجزائر، و تمك درت واحد الجروب جديد، فرقه موسيقيه تاع الجاز اللي احنا اربعه، واحد من الولايات المتحده، ايطاليا، فرنسا، وانا من الجزائر، وكل واحد فينا راه سفير المهرجان الدولي لا روشيل في البلد تاعه. وفي مهرجان في الجزائر اعتقد في قسنطينه. في قسنطينه ديما. نعم. جاز هو مهرجان مهم بزاف، يجو فيه نجوم بزاف. هذا درته هذه واحد 6 سنين، ولا كان عندي واحد الفرقه اسمها آدما، ورحنا درنا هذا الفيستيفال دو جاز، زعما الحمد لله درت نقولوا اهم فيستيفال دو جاز الجزائر لعبت فيه، تلاقيت مع ناس تعلمت صوالح،
لا روشيل هذا ثاني حتى هذه المره ما كنتش نستنى بان التمثيل الوحيد الافريقي تماك كان يكون مهم، حتى انه لو مير تاع لا روشيل جا وهنأني قال لي بلي هذه المشاركه الجزائريه جد مهمه، معناتها لقيت روحي في واحد المستوى انا اللي كنت دائما ليس بمستوى نهضر زعما كيسيون دو نيفو، اما على المستوى التمثيلي كنت دائما نبغي نشرف البلاد تاعي والولايه تاعي وهران نقولوا والجزائر على احسن صوره في الساحه الدوليه. الموسيقى مكنتني من ذلك، الدراسه الان تمكنني من ذلك في السوربون، ما رانيش نحشم نقول انا عربي جزائري مسلم، والناس تقدر هذا الصوالح وتقدر الناس اللي عندهم مبادئ. انت انسان جميل يا سي. الله يحفظك. والامم المتحده الان. نعم. الامم المتحده هذا معناتها النشاط الجمعوي انت. نعم. ايضا انسان مفيد لمجتمعه وناشط على مستوى المجتمع المدني. نعم. احاول ذلك لهذه الخطره. الامم المتحده كان عندهم مشروع في الجزائر. إيه؟ لاول مره انعقد العام الماضي. الا وهو تنميه القدرات والمهارات لدى الشباب الجزائري في جو دبلوماسي، وخاصه هو معناتها نعلموا الشباب ما هي اللهجه الدبلوماسيه. نعم. وهذا عنده نقوم بكل ما يجري على مستوى مجلس الامم المتحده في نيويورك بطريقه مصغره، وهذا كامل في جو دبلوماسي. وعلاش قبلت هذا بحضور شباب جزائريين فقط ولا يتم استيعاب بحضور شباب جزائري فقط؟ نعم. لان الهدف هو تنميه هذه القدرات. نعم. الجزائريه. نعم. وكانه تكوين يعني. نعم تكوين. وعينت كمكلف بالاداره والماليه. نعم. وهذا جاي معناتها ينطابق بصفه عجيبه مع المسار تاعي، لاخاطش انا دروك راني في واحد المرحله تاع سفير نقولوا للثقافه الجزائريه وللمبادئ الدوليه كلها، لاخاطش دروك انا في واحد الوقت مزير بزاف وين راه نحكموا على الناس بزاف من طرف من الجانب الديني العرقي، وانا نسي زعما نعطي واحد الصوره اللي نقولوا بلي هذا الناس اللي ياسوا من الشباب الجزائري يقول لك ما كانش شباب ما كانش من الشباب ما يصلح لوالو. انا نحاول لا بغى لوحدي وعلى بالي بلي مانيش لوحدي باش نقول تو طافي الكونتخيغ بلي لا كاين شباب صامد امام كل عراقيل ويحول عنده واحد الاحلام اللي ان شاء الله يحققها، والشباب هو المستقبل. قبل ما نقول لك ياسين تقول بعض الاسئله اللي ما زالت معايا، نسمع شويه موسيقى. بسم الله. قاعدين نسمعوا احنا هذا اهم موسيقي وجاء الكلام الكبير هذا، سمعنا موسيقى. بسم الله. دعنا نسافر معك. ولانه هذا ماهوش هذا البوسق، هذا البوسق هذا نوع موسيقى اخر. موسيقى تركيه، موسيقى تركيه، وانا نحب بزاف الموسيقى الصوفيه. وهذا ثاني واحد الدافع ثقافي عائلي خلاني نمشي له. هذا ثاني حكايه اخرى. حكايه اخرى ما نحكيوهاش يا سيدي. اخرى بزاف. لازم تعاود البكالوريا باش نحكيوها. تفضل استاذ. مرحبا. شكرا. عمري ما نقول لك توقف يا سي.
يعطيك الصحة. كي تحكم الجيتار واش تحس؟ لا بوسق الآن أنا مع آلة البوسق تكون في ال في أمام في المسرح أمام جمهورك. نعم. تنتقم من كل سنوات الخجل. فيها هذه شوية. ومعناتها نكون دائما من نشد الآلة هذه ولا الجيتار الجاز نكون في حوار، نكون في حوار ذاتي شخصي مع الآلة. وين معناتها كل ما نقولها هو عندها أشكال تاع كلام نحب نقاسمه مع الناس، وخاصة نظن رانا في واحد هذه الموسيقى جاية معناتها هذه نسطر عليها بزاف لخاص على ما أظن راه كاين بزاف الموسيقى تمجينش نقيين كما يصح التعبير. هذه الموسيقى نقية مليحة بزاف. أنا راني نحاول باش معناتها كاين واحد الموسيقى اللي يقول لك تاع وهرن تاع الراي مشي مليحة وكاع هذا زعما شيء حقيقي وين ماذا بيا نرقوا شوية المستوى. ألا تعتقد أحيانا أنك تكلف نفسك ما لا تطيق؟ معناتها أنا هدف تاعي نقول لك حتى لما كانش كاين هناك ما يغيظكش ياسين خداوي مكلف وفوق طاقته؟ حتى إذا كان ذلك يظهر هكا باللي مكلف روحي ما نكلفش روحي، خاصني اللي نديرها مع كما يقول لك افيك بليزير، نديرها بليزير كبير. وحتى إذا ما كانش هناك نتائج كما راني متخيلها غير هذيك لا ساتيسفاكسيون هذيك الرضا هذاك الشخصي يكفيني. انت 31 سنه. نعم. صغيره يا ياسين، بمعنى الان كي تشوف في نفسك في المراه الله يبارك شاب جميل وانيق. الله يحفظك. راضي ياسين خداوي؟ راضي على ياسين خداوي؟ معناتها ما نكذبش عليك دائما نقول باللي نجم ندير احسن. ما نظنش الا يقول ما قلتش عمري ما قلت باللي وصلت. اعطيني عنوان لهذا الاحسن. الى اين تريد الوصول؟ كاين على ما اظن كاين واحد الناس على مستوى الدراسه بعد سنه ان شاء الله ستكون خريج سوربون. ان شاء الله. ما درناش كي تونس. لا ما نظنش. على مستوى الموسيقى وصلت يعني الى هذا المستوى. الى مستوى عالي وعالمي وباعتراف احسن العازفين في العالم وانت تعرفهم احسن مني وادرى بشهاده واحد كما لويس إيريك لويس في كما إيريك لويس. نعم. الى اين تريد الوصول يا سيدي؟ على ما اظن كما يقول لك الحياه جايه قصيره شويه كاين واحد الافاق بعد بزاف وجميله واجمل من ما واحد يظن باللي توصل اليها. نظن باللي مازال كاين أمل كبيرة في تحقيق واحد الأحلام اللي دائما نقعد متعطش لتحقيق واحد الأحلام حتى اللي ما يكونوش في بالي خاطر دائما نبغي هذاك الصدف هذوك اللي زعما دائما يعلموني في حياتي. أنا أيضا تعلمت منك وأكيد أنه كل المشاهدين الأفاضل خاصة الشباب اللي مازال يفكر أو يفشل أو يفكر في أن يعيد النظر في طريقه تعلمنا منك الكثير. أستاذ ياسين خداوي أنا كنت سعيد جدا بمعرفتك بصداقتك بأن تكون ضيفي هذا المساء. أتمنى أن يكون برنامج أنتم أيضا ولقائي معك قيمة مضافة أيضا لمسارك. الكاميرا أمامك أخي ياسين، قل ما شئت ولمن شئت. قبل كل شيء أنا نتوجه إلى الشباب بأن يكسبون واحد الثقة في نفسهم رغم هذه الحواجز والمشاكل الاجتماعية اللي نعيشوها، وما نظنش الى واحد اخرين الدوله تاعنا راهي تاكله علينا باش ان شاء الله نكونوا حنايا النخبه تاع الغد وحنا اللي يكون فينا الامال وتتجسد الاحلام ان شاء الله وربي يوفقنا في ذلك. شكرا يا سين. يعطيك الصحه. كان هذا سين خداوي بعفويته باناقته بموسيقاه بتجربته التي تستحق اكثر من اعجاب من لايك اذا تكلمنا بلغه العصر ولغه فيسبوك. هذه حكاية أعتقد أنها ستجعل الكثير من المشاهدين يعيدون النظر في أفكارهم وفي مسألة أنا عييت وأنا كرهت وأنا لا أستطيع. رأيتم معي أحبتي الأفاضل أنه يمتلك القدرة على أن يعيد أن يبدأ دائما من جديد. مثلكم أنا متأكد أنكم جميعا تمتلكون القدرة على أن تكونوا النموذج الذي تحلمون به. نلتقي على فرح.